المسألة، بس ما تنسونه لأنه خلف العمود، ممكن يكون من أوائل الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى، السلام بالجلوس ليس سنة، معليش حتى نتعلم. كلنا نفس، أنا نفسي أنسى إذا كنت في مجلس وأسلم، بس نتذكر بعضنا بعضا. أريد أن أسأل سؤال. يعني أنا أعمل مع النصارى في العمل، وبعض المرات يعني حينما أخرج أعمل بالخبز، يعني أفرق على مخبز مع المخابز، يقولني بعض الأحيان يعني أتينا بالشراب يعني بالكحول، وقلت لهم إني لا يجوز يعني أن أحمل معي، ويعني بقي مصارعين كيف أنت يعني لا تشرب أنت بلاتية، قلت لهم لا يجوز وعيدي هذا من دين. أحسنت أو لا؟ بل أحسنت جدا، لأنه سلم لعن بالخمرة عشرة، ومنهم حامله العاصر والحامل والمحمول إليه العشرة، فلا يجوز حمل الخمر كما لا يجوز تقديمها ولا شربها ولا بيعها ولا شراؤها. فأحسنت صنعا بفعلك هذا، وبدون ما تنزعج منهم، بدون ما يعني تتعارك معهم، قل لهم والله هذا أمر تعبدي ديني، وأنا ديني لا يسمح لي بحمل الخمر، فسامحوني لو طلبتم مني كولا ولا عصير ولا ماء ولا أي شيء أنا حاضر من عيني، بس أنا لا يجوز لي لا أحمل الخمر ولا الخنزير، فسامحوني يعني، خليك معهم لطيف، لأن اللطف في الرد، في الرد لين الكلام، قول له قولا لينا. بارك الله فيك.